النهارده الاوتونيوم دايز، طبعا فرحانين وبعيد الخريف بتاعهم. يعني بص طبعا ديت الزينات في كل حته. طبعا النهارده كان في شويه مطره، بس مطره لذيذه، يعني مطره مش من النوع اللي تطين بيها جزمتك، بالعكس مطره لذيذه جدا. بص طبعا دوت بيقول لك عدي او ما تعديش، طبعا اشاره حمراء ممنوع ان انا اعدي طبعا، فاهمني؟ فطبعا مستني، انا واقف منتظر ان انا اعدي اشاره حمراء بتاعت المشاهد. بص كله واقف، محدش يقدر يعدي، مفيش ولا ضابط مرور ولا عسكري مرور ولا حاجه خالص، مش حاجه خالص، في احترام كامل للمرور، قواعد، محدش يقدر يعدي خالص. بص بصوا هي ودي سبب نجاح الصين. عادي بقى.